مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء من داخل مركب محمد الخامس. جماهير الرجاء حاضرة وبقوة في هذا المقابلة لمساندة الفريق أديالا المنازم أو متعثر بهدفين مقابل هدف في الديار المصرية. الآن مباراة العودة، الكل متفائل بفوز فريق الرجاء ولما لا التأهل إلى الدور المقبل. نذكر دائما نحن مباشرة معكم من ملعب مركب محمد الخامس النهائي اللي قبل الأوان فريق ضد فريق النادي الأهلي المصري. مباراة قوية في مع أن الجماهير كتسنى الفوز والتأهل إلى الدور المقبل. حضور جماهيري غفير في هذه الأثناء. جل هذه الجماهير فتراش داخل الملعب، كيف الملعب كنتأسف مشاهدين الكرام على ضعف الانترنت هنا داخل الملعب. كيف قلت سابقا الملعب ممتلئ عن اخر، وجل هذه الجماهير كانت حاضرة وبقوة. مازال المقابلة ساعتين على بداية، جل هذه الجماهير كتسنى الفوز. دائما مشاهدي الكرام احنا مباشرة معكم من ملعب مركب محمد الخامس. مباراة القوة، مباراة قوية. فريق الرجاء يواجه النادي المصري، لا تزال مقابلة على الساعة 10 مساء. بقى حوالي ساعتان على بداية اللقاء. حضور جماهيري قوي، الملعب ممتلئ عن آخره. جل هذه الجماهير كتسنى الفوز ديال فريق الرجاء والتأهل الى الدور المقبل. كنعرفوا ان الرجاء متعثر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، لكن لهذا الجماهير حاضرة وبقوة لمساندة وتشجيع الفريق ديالها. أجواء مثيرة، أجواء حماسية داخل مركب محمد الخامس. الملعب ممتلئ عن آخر. كنتأسف دائما مشاهدي الكرام على ضعف الانترنت في هذا المكان اللي كنتواجدوا به. نحن كنسرو باش نقلوا لكم البث المباشر وحصري على قناة شوف تيفي. Thank you.
كثير. نشوفوا كذلك تساقط بعض أمطار الخير هنا في الملعب. مشاهدي قناة شوف تي في، بقى ساعتين على بداية المقابلة، الكل متأهب و متحمس باش يشجع فريق الرجاء الفوز في هذه المقابلة. الماتش على الساعة 10 مساء تقريبا، أقل من ساعتين على بداية المقابلة، مباراة اللي كتجمع فريق الرجاء البيضاوي ضد النادي الأهلي المصري، أجواء حماسية ومثيرة داخل الملعب، كنشوفوا تشجيعات منذ الآن، تحفيز اللاعبين على الفوز.
الممتلئ الملعب ممتلئ. نذكر متابعي قناة شوف تي في، احنا مباشرة من ملعب مركب محمد الخامس مقابلة فريق الرجاء البيضاوي ضد نظيره الاهلي المصري، ربع نهائي دوري ابطال عصبة الابطال الافريقية. توقيت المباراة على الساعة 10 مساء كيف كتشوفوا في الصورة، هناك جماهير غفيرة كتأتت الملعب، تقريبا هذه الجماهير حاضرة منذ ساعتين قبل الإفطار، يعني جل الجماهير هنا فترات في التيران، والهم ديالهم الوحيد والتركيز ديالهم حول انتصار فريق الرجاء والتأهل إلى الدور المقبل. الملعب ممتلئ عن آخره كيف كتشوفوا معايا في الصورة.
صافرات الاحتجاج في هذا الان على الطاقم التقني لنادي الاهلي كيف تشوفوا في الصوره. كذلك حكام المباراه صافرات كامله من اجل Thank you.
صافرات على طاقم التحكيمي فيما تنتبه دخول عناصر الأهلي المصري الآن. دخول لاعبين وطاقم التقني لفريق النادي المصري. Thank you.
إذا مشاهدي الكرام كنذكركم دائما مباشرة من مدينة الدار البيضاء لملعب مركب محمد الخامس جماهير غفيرة فجأتنا كتشجع وكتساند فريق الرجاء البيضاوي باش يفوز بهذه المقابلة ويحصد بطاقة التأهل إلى الدور المقبل. حضور جماهيري قوي كيف شفنا دخول عناصر النادي الأهلي مع اللاعبين والطاقم التقني وكانت الصافرات واحتجاجات من أجل تخويف اللاعبين باش ما يقدموش مقابلة جميلة وما زالت التشجيعات قائمة في حين المقابلة يزال لها ساعة ونصف. المقابلة غتجرى على الساعة 10:30 مساء، بقى حوالي ساعة ونصف على بداية المقابلة. كتشوفوا الملعب ممتلئ عن اخره في هذه الاثناء والتشجيعات منذ الان اجواء حماسيه ومثيره جدا داخل الملعب. الملعب ممتلئ عن اخره في هذه اللحظات، يعني جول هذه الجماهير فتره داخل الملعب هادشي كامل باش يستانس فريق الرجاء البيضاوي. كيف كتشوفوا معايا الاقتداد هنا في ملعب محمد الخامس؟ جول الجماهير كي اللي ما لقاش المكان فين يريح. كيف كتشوفوا؟ كنظن الان صعود لاعبي فريق الرجاء البيضاوي وتشجيعات الان من الجماهير لفريق الرجاء البيضاوي. مباشره معكم من مركب محمد الخامس كتشوفوا دخول لاعبي فريق الرجاء مع النجم محسن مشولي. تشجيعات قويه للفريق باش يفوز بهذه المقابله. خليكم مع الصوره وتشجيعات الجماهير. تحت تشجيعات الجماهير فريق الرجاء كي يصعد الأرضية الملعب. جماهير غفيرة هنا كتسنى الفوز للفريق ديالها. كتشوفوا معايا في الصورة رشيد مدرب فريق الرجاء رشيد الطاوسي كيحيي الجماهير الرجاوي في هذه الأثناء. أجواء حماسية وأجواء مثيرة جدا داخل الملعب.
تشوفوا معايا اللاعبين كذلك كيحيوا الجماهير و قادرين انهم على المسؤوليه باش يحققوا الفوز الشيء اللي كنتمناو. هاد الأثناء لاعبي فريق الرجاء كيغادروا رقعة الملعب تحت التصفيقات وتشجيعات الجماهير. Thank you.
الان دخول ذوي الاحتياجات الخاصه تحت الشجيعات الجماهير كيف ما كتشوفوا معايا الصوره الان. المباراه غتبدا على الساعه 10 مساء تقريبا، بقى حوالي ساعه ونصف على بدايه هذا اللقاء. الجماهير حاضره وبقوه، الجماهير غفيره كتاتي اتجاه جنبات ملعب مركب الخامس و يتمناو الفوز وحصد بطاقه التاهل الى الدور المقبل. جل هذه الجماهير غير راضيه عن الهزام او تضيع بطاقه التاهل الى الدور الموالي. تقريبا الجماهير فراش داخل الملعب، يعني حضور قوي قوي جدا. كيف قلت سابقا حتى اللي ما لقاش مريح كيف كتشوفوا الصوره مباشره معكم، يعني حضور جماهيري غفير وقياسي. يعني الملعب قبل ساعه الافطار كان ممتلئ عن اخره كيف كتشوفوا الان في الصوره، يعني ليس هناك اي مكان فارغ، حتى جنبات الملعب ممتلئه.
خوزيس. عايز الميكروفون. مرة ماشي بيه.